معايا ليلا ونهارا على رأسهم السي مصطفى رئيس قسم المصابين. كنشكر مندوب الصحة مرة ثانية. كيف لقيتي المعاملة ديال الأطر هنايا؟ معاملة جيدة في المستوى. مرحبا مرحبا. إذا كنعنوك مرة أخرى على شفاء ديال كنشكر السي مصطفى رئيس قسم المصابين. كنشكر كل من كان في يد المساعدة. الحيطة والحضار بالنسبة للجميع، الحيطة والحضار، نتمنى لهم الشفاء العاجل.